شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد مصطفى ألهم محافظ الأقصر افتتاح قرية الفرسية بإسنة بعد إعادة تطويرها، وقامت بتسليم الصيادين مراكب صيد متطورة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. الزميلة جيهان عبد الدايم والتفاصيل. تفقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن منازل عزبة الفارسية بالأقصر بعد إعادة تطويرها وتسليمها للأهالي، كما تفقدت المشروعات متناهية الصغر وهي عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد، وذلك لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مستوياتها التعليمية والمجتمعية مستدامة للشباب، وكذلك العمل على تحسين حياة أهالي الريف وأيضا الحياة وتطورها من البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق ودعم المشروعات التمكين الاقتصادي لتوفير سبل العيش وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. النهاردة التحالف من خلال مؤسسة يشارك أهالي الفارسية فرحتهم بميلاد حياة جديدة لكتير من الأسر داخل القرية. النهاردة في 30 أسرة من أسر من الأهالي في الفارسية بنهديهم بيت جديد من خلال سكن كريم. صناع الخير ومن خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نزلت القرية قبل شهور من الآن وعملت مسح شامل لاحتياجات الأهالي، وثبت وجود بعض المنازل اللي لا تصلح للسكن على الإطلاق. صناع الخير بدرت بإزالة المباني دي كاملة وبناء منازل جديدة لعشرين أسرة من الثلاثين، وتم عمل أسقف خرسانية ليها، أرضيات سيراميك، مطبخ وحمام وفرشها بالكامل. 10 منازل أخرى كانت جدرانها تصلح لاستكمالها تم رفع كفائتها بعمل أسقف خرسانية واستكمال المنزل بكل الإمكانيات الضرورية عشان النهاردة 30 أسرة داخل المنازل الجديدة تبدأ حياة كريمة. بالتوازي مع السكن الكريم، التحالف الوطني ومن خلال صناع الخير قدم خدمات التمكين الاقتصادي ل 30 أسرة بتزويدهم بمراكب صيد حديثة مزودة بموتور وشبك حديث للحفاظ على البيئة وللحفاظ على مهنة الصيد ولخلق فرص عمل غير تقليدية للأهالي وأبنائهم. وجودنا النهارده بقريه الفارسيه بجنوب الاقصر تحديدا في مركز اسنا لتسليم عدد من البيوت اللي تم اعاده بنائها وبعد الهدم مره ثانيه وتاسيسها كلها بالفرش، وكمان تسليم مراكب الصيد لمشروعات تمكين اقتصادي خاصه باهالي القريه هنا، والافتتاح اللي حصل النهارده والسعاده اللي كانت على وشوش الناس. وجودنا كتحالف وطني من خلال مؤسسه صناع الخير احد مؤسسين التحالف الوطني بيدل ان عام 22 كعامل المجتمع المدني لا هو موجود من خلال كل مؤسساته في كل قرى مصر. البدايه كانت بتكامل الجهود وبمشروعات تمكين اقتصادي مع بنيه تحتيه من خلال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، دليل ان دي مجرد بدايه باذن الله يكون في انطلاقات قويه ثانيه داخل صعيد مصر. عندنا قوافل ستر وعافيه هتكون باذن الله برضو في مركز اسنا يوم الاثنين والثلاث الجايين سواء في قريه الدير او قريه النمسه. ده تعبير ان احنا موجودين بمساعدات اجتماعيه، موجودين بقوافل طبيه، موجودين بجزء خاص بالتمكين الاقتصادي، موجودين بقائمه كامله بمراكز الاستدامه والمشروعات الخاصه بالمراه. باذن الله تكون بدايه قويه للتحالف داخل صعيد مصر وتكمل باذن الله في كرة كتير تانية.